السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunology Made Easy، ونكمل كلامنا في المحاضرة الأولى من الكتاب An Overview. ووقفنا المقطع اللي فات على إن إزاي الليمفاتيك سيستم بيجمع الليمف، وبعد كده الليمف ده بيلتقي بالدم في مكان واحد. طيب دلوقتي في جسمنا في حوالي 500 ليمف نودز، عقد ليمفاوية، والليمف نودز دي بتختلف في حجمها، يعني مش كلها حجم واحد، وبتكون متوزعة على كل الجسم يعني بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. ويكتير منها بيشكلوا زي سلاسل كده بيربط بينها وبين بعض الليمفاتيك فيزلز، الأوعية الليمفاوية. الحاجات بقى اللي بتدخل الجسم الغريبة زي بكتيريا أو فيروس مثلا، الليمف بيوصلها لأقرب ليمف نود في سكته، وكمان الأنتيجين بريزنتنج سيل اللي قلنا عليها قبل كده. زي مين؟ ايوه تمام، الماكروفاج. لما يكون معاه الانتيجين الغريب ده من خلال الانسجة بتوصل برضو للليمفينود عشان تفضي الحمولة دي. وفي نفس الوقت بيكون فيه بي وتي سيلز عمالين يلفوا كده من نود للتانية، يمكن يلاقوا انتيجين موجود عشان يشتغلوا بقى. بكده الليمف نود دي بتكون عبارة عن مكان كده بيتجمع فيها الناس دي كلها، يعني البي والتي سيلز والانتيجين بريزنتنج سيلز وكمان الانتيجين، وبيحصل ما بينهم كده ايه تواصل، وبعد كده اكتيفيشن. والتجمع ده سبحان الله بيحصل في الاماكن دي عشان يزود من احتمالية التواصل اللي بيحصل والاكتيفيشن اللي المفروض يحصل هناك. طيب نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.